بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا ثبت أقدامنا في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعلنا نقيم الصلاة على ما يجب أن تكون كما أمرتنا بها، توحيد ونسيان ما يهمنا من دنيانا، والتسليم لك والوقوف بين يديك خاشعين متذللين. آمين يا رحمن يا رحيم. واجعلنا من أهل الزكاة نؤديها بحقها، ونزيد على ذلك بالصدقات لوجهك يا رب الأرض والسماوات. لا نفعل ما يفعله الناس قاطبة في الشرق والغرب منذ أمد بعيد، هي الهروب من حقوق الشعب على أفراده وشركاته، تسمى فروض فيسكال، التهرب من دفع ما يجب أن يدفع، هو واجب جبائي أغلب الأحيان، شرق وغرب متفقين على التهرب من هذا الواجب. هو بسيط لو كان الناس تفهم وتقارن ما يطلبونه من حكوماتهم وما هم قادرين عليه بالإسلام لتحقيق تلك الأشياء المرغوب فيها. لا أنا عليهم الأمر، لكن هم لا يؤمنوا بالحكومات، أو حكومة تدغرها دغرها والصرخ يغرب الإيحاح. واش يهمني أنا؟ واش يهمني من الوزير الفلاني؟ هو موزر ربما يسرق أكثر مني أنا، المجريين يدخلوا بعضها لي فروت فيسكال ربما أون كروسونس إكسبونونسيال، وأنت ماشي والعياذ بالله. وهذا يدمر الأمم والحكومات، وبرا عادموا يخربون بيوتهم بأيديهم، وصنع صنعة صهيونية. ما استغربوش اللي اليوم الحكومة تغلبها محرك عليها الصهاينة، ولهذا في الظاهر يزينون الكلام وحنا نصم انا دي بيور فري دي فيسك، نصم با دي فرودور اتسيرا، سي با فري. أكبر سارق نعرفوه هما بنو صهيون، سرقوا الحقيقة وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا نحن شعب الله المختار، وهم من المختارين الخطيرين، واللي عدوتهم وسط الكرب اللي هم بني عم، واللي أفسادهم فساد الحكومات في العالم الكل، وفساد مؤسسات، وبرا تشوف الأموال اللي جاية من الحرام تولي تقام بها مؤسسات، كيف الحرام من يجي يخلق مؤسسات من يجيب بالحرام. واللي عندنا قاعدة الذي لا يستقيم مع الحق فلا خير فيه أبدا، وانساه وبعد عنه وفر منه، فرارك من الأسد وفرارك من الكفر وفرارك من الاختلاط مع بني صهيون وفرارك من كلاب الكرب الذين يدوسون شعوبهم أيما دوس، ولا يقيمونهم وزن ولا يعطيهم فرصة للرأي. لخي الرأي لخي محصول كان عندكم يا كلاب الأوزار، يا كلاب الأوتار الموسيقية وأوتار الرغبات الجنونية والمجر. ألا لعنة الله على الظالمين ما داموا غير مستعدين للرجوع إلى رب العالمين. والسلام.